في هذه المزرعة الفلاحية يقوم صاحبها بتربية الدواجن المخصصة للاستهلاك، تجربة جديدة بالنسبة لمنطقة تعرف بتربية الأبقار. كان المكان هذا ما فيه والو، وحنا كنا نحبوا المهنة تاع الدواجن، بدينا بشوية في المهنة تاع الدواجن والحمد لله بركة ولينا عندنا 12 بيت بلاستيكي، نجيبوا الكتاكيت من لي كوفوار ونقوموا بتربية الدواجن في مدة 50 يوم، نقوموا ببيعها إلى المذابح والمذابح يبيعوها إلى الجزار والجزار يبيعها للمستهلك. حاولنا خلق نشاطات جديدة وما تمكننا منه الآن، أن منطقة دائرة أم العظائم أصبحت قطب في تربية الدواجن، خاصة أننا ننجو حوالي 2 مليون سيجيبا في السنة. تشجيع الفلاحين خصوصا منهم الشباب للاستثمار في شعبة تربية الدواجن يتماشى مع انتشار وحدات صناعة أغذية الأنعام والدواجن بالمنطقة. في إطار برنامج التنمية الفلاحية الريفية استفادت دائرة أم العظائم من برنامج ضخم جدا، الغلاف المالي تاعه حوالي 7 ملاير، وتجسد فيه إنشاء وحدات صغيرة لتربية الدواجن أو تربية الأبقار من حوالي 23 وحدة صغيرة لإنتاج لتربية الدواجن بغلاف مالي قدر بحوالي 20 مليون دينار جزائري أي 2 مليار، وهو ما سمح لنا برفع القدرة الاستيعابية للدائرة مليون سي جي في خلال الثلاثي، أي ما راح يسمح لنا بإنتاج ما يقارب ربع ملايين سي جي خلال السنة. نجاح التجربة بسوق هراس من شأنه تغطية السوق المحلية من اللحوم البيضاء وصولا إلى التوزيع عبر كامل التراب الوطني.